نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان ستة من أفضل وجهات العطلات في مصر. وأفاد التقرير بأن مصر تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من سواحلها الكبيرة. وأوضحت الصحيفة أن السائحين يمكن أن يزوروا القاهرة وشرم الشيخ والأقصر والغردقة وأسوان والإسكندرية.